البارح قتلتني واحد البنت بالضحك، قالت لي شهرزاد، قالت لي شك تقول انا كنطلع عليكم في الصباح وانت ما كتطلعي حتى 12 الوحده. اويلي واش هذا هو الصباح ولا عندك؟ انا خاصكم تفهموا ان القصه اللي كتحط مع 12 راه كتكون مسجله مع 8 7 ديال الصباح، يعني انا راه صباح الخير عندي، ولكن راكم عارفين مع المونتاج مع خصك تحطيها راه غير باش نحطها كياخذ ليا وقت، بعد المرات 40 دقيقه بعد المرات ساعه، هادشي الا الكونيكسيون دارت معايا مزيان، اما الا الكونيكسيون تعكسات معايا بقيت تما. المهم فاش كنقول لكم صباح الخير عرفوني انني انا كنسجل ما بين 6 حتى 8 الصباح، يعني وليداتي كيكونوا مازال ما فاقوش باش يقدر ما يكونش عندي الصباح الصداع. داكشي علاش في الاخر القصه كتبداو تسمعوا الرواج والغوات والضجيج، ديك الساعه عرفوا ان ولادي راه فاقوا. المهم الغزالات ديالي ما غنزيدش نطول عليكم كثر وندخلوا مباشره في القصه ديالنا. معكم سلوى، واليوم جيت نعاود لكم حكايتي ومجرى فيها، وغادي نبدا لكم قصتي من واحد خويا اللي محرر عليا العيشه. خويا اللي ما نكذبش عليكم ما كان عندي حتى شي مشكل من غيره، هو كنا عايشين في دارنا بخير وعلى خير، حنا بينا 6 ديال البنات وجوج دراري. خويا الكبير نور الدين الله يعمرها سلعه تحطي على الجرح ابره، اما واحد البرهوش ديال رشيد واللي بسببه اليوم جيت نعاود قصتي واشنو طرا ليا وليه. المهم هاد خويا اش غنقول لكم، كان عقرب البنات، كان واحد الجلاخه ما عندي ما نقول من غير الله يلقيها لي. المهم هاد خويا اش غنقول لكم البنات، من النهار اللي عقلت عليه وهو كيجبد الصداع والمشاكل، فاش كنا صغار كان كيتحكر علينا، كدي لينا ماكلاتنا، يدينا السقاطه ديالنا، يدينا اللعب، يسلخنا في الزنقه، مهم كان حاقر علينا ديال بصح. انا كان كبر مني بخمس سنين، وكانوا خواتاتي شي وحدين فيهم كبر منه، كانت اختي الكبيره هناء وفاطمه الزهراء كبر منه، وجا هو وعاد حنا جينا تكركبنا من مورا 4 ديال البنات. هذوك الكبارات تخيلوا اختي كانت كبر منه حتى عيات وعيات، كان كيشدها وكيملا خاصه، كان قبيح 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 قبيح، كان واحد القبيح ومنه ما كان، كان عنده واحد اللعب مصوفج، واحد الهيماجي بزاف. والوقت اللي السيد بدا كيكبر قلنا الحمد لله غنتهناو من داك الصداع وداك اللعب، عاد السيد دير فيها طرزان ولا كيقول لك انا هو الراجل ديال هاد الدار. وبا مسكين كان واحد الراجل اللي درويشه البنات، عرفتي واحد الراجل داخل سوق راسو كيعرف الصلاه والعباده وخدمته، ما يتدخل فيه كيقول لك انا عندي البنات عندي الياقوتات في الدار. وهاد خويا كان كيقول لامي انت عندك غير بنات الزنقه، مشروع ديال بنت الزنقه انت كتربي فيه بحال هكا. امي فاش كتقول له علاش كتقول، كيقول لها شوفي مقادات مصيبات، وعندك اسحب لكم مقادات مصيبات هو المكياج وداكشي، حنا راه ممنوع عندنا هادشي، يعني عائلتنا وحنا عائله محافظه ساكنين في واحد الحي شعبي، شي لا ما حداوكش والديك حداوك غير الجيران، كتلاقي مع هادي دوي معاك، يعني كان عندنا المكياج شي حاجه اللي ممنوعه. شي في العرس الا كحلنا ودرنا العكر كنحسوا براسنا راه ما عرفتش شنو درنا، يعني في الزنقه ما كاين لا عكر لا كحول، شي لا مشطتي غير شعرك ودرتي لي الضفيره كيقولك لا مقاده معمل غتطلقاي، الا لبستي شي حاجه مقاده ينكد عليك. المهم السيد حنا ما دايرين والو كان كيقول فينا الهضره. المهم الامور بقات هكا كتطور حتى وصلنا لواحد المرحله اللي حرر فينا العيشه. تخيلوا البنات السيد ما كان لا كيقرا ما كيدير حتى شي حاجه، كان خرج من السابعه ولا من الثامنه، كان طرداتو المدرسه لان السيد كان قبيح وكانوا فيه المشاكل، وديك الساعه ما بقى عنده ما يدار ولا حضينا حنا فيما ندورو يا البنات، لقاوه قدام الكوليج وقدام الليسي، انت شنو درتي معاه من وقفتي شكون هذاك ما شكونش هذاك، وكان كيجبد لينا الصداع دائما غادي عند با المحل وكيقول له بناتك بناتك غيشوهونا بناتك غيجيبونا شي كرش بناتك بناتك، لدرجه ان با مسكين الدرويش كان بعض المرات كيجي مثلا كيحرشوا عليا ولا كيحرشوا على شي وحده في خواتاتي، وهو كيحرشوا راه كيكذب كيقول له انا شتا بعينيا ابا مكحله ابا دايره واش ابا انت بغيتي تجيب علينا الدل، وكيبدا يغوت 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 يغوت. با مسكين فاش كيبدا يسمع ديك الهضره كان كيتيقو، وكان كيجي وكيضرب هذيك اختي ولا يضربني انا ولا على حسب شكون اللي جات فيها التبريه، كيسلخنا صليخ ايوا. من بعد كيكتشف ان خويا غير كذب عليه، ومسكين كيجي ويأنقنا ويبوس ويقول سمحوا لي انا اللي حمار درت فيه عقلي، وكيمشي عندو كيقول له وكلت عليك الله ما تبقاش تجي عندي. ايوا السيد هذيك الساعه كيولي حقر علينا حنايا ويولي كيضربنا ويعايرنا، والكلام الخايب ما نقدرش نوصف لكم داكشي اللي كان كيقول فينا، كيقولنا سيروا يا بنات الزنقه يا اللي خارجين للطريق يا اللي هادي يا اللي هادي يا اللي هادي، شي هضره اللي ما فيناش البنات. وانا ماشي غنشكر لكم راسي، انا غنشكر لكم حنا كاملين 6 ديال البنات، حتى وحده فينا ما تصاحبات ولا درت شي حاجه، داخلين سوق راسنا كنا كاملين قرايات، شي حنا دارنا كاملين كانوا داخلين سوق راسهم، هذاك هو كان الكدار ديال الدار هو هذاك. المهم
بقينا جارين هكاك خواتاتي البنات. تخيلوا اختي فاطمة الزهراء كانت زوجات بسبتو، كانت باغا تفك لانه كان حجر عليها بزاف. اختي فاطمة الزهراء كانت زينه، كان اي واحد كيشوفها كيتبعها، وهو كان اي واحد كيتبعها مثلا تلاقى معاه ماشي كيدوي معاه الراجل، هو راه ما عندوش هذيك الرجوله، ورا واحد الخويويف كيمشي عند اختي وكيسلخها وكيقول لها لا كتعرفيه، كتقول ليه واش انا دويت معاه، كيقول ليها لا انت كون ما فتحتيش ليه المجال كاع ما يتبعك. ومسكينه بقى عليها هكاك حتى النهار اللي جا فيها السيد اللي تزوجت به، غير قال السلام قالت له سيدي انا باغاك، وما تشرطات عليه ما والو، تقولي السيده هربانه من شي جحيم وتزوجت، وكتقولي انا ما بقيت باغا والو، بغيت نتسنط العظامي، لان السيد فعلا كان محرر علينا العيشه. من موراها خواتاتي كل وحده وشنو دارت، اللي تزوجت تزوجت، واللي مشات هربات باش تقرا هربات. انا الاب ديالي الحاجه الوحيده اللي كانت فيه زوينه، الا قلتي لي غنمشي نقرا في مدينه واحده اخرى ما كانش كيقول لا، واخا هاد خويا كان كيحل بالعمى والظلمه، وشحال من مره كان كيقول لبا انا نمشي معاها نكري انا وياها. وخواتاتي كاملين كانوا كيقولوا لي لبا لا حنا بغينا نسكنوا في الحي الجامعي غير باش هذاك خويا ما يلصقش فيهم، ولا باش ما يمشيش عندهم حيت كيعرفوه مزيان. عرفتي راه واحد خاينه، راه نعاود لكم حتى نعيا، ما نعاودش لكم صفر فاصله ما نعرفش شحال من داكشي اللي كان كيدير. واحد النهار البنات كان البرد، كان البرد بزاف، وانا كنت وجهي والبشره ديالي حساسه، وشناي في حتى هما كانوا كينشفوا بزاف. المهم فداك الصباح انا يا كنت نط الفم ديالي عرفتي هكاك تفلح وخرج ليا منه الدم. وحنا المنطقه اللي كنا ساكنين فيها منطقه فحال نقولوا جبليه، وكان كيكون عندنا واحد الكز، واحد الكز اللي ما نقدرش نوصف لكم. وكنت داخله مع 8 نط البنات، دويت مع ماما قلت لها ماما شوفي فمك يصبح ليا، ما قداش حتى نهضر. نهضت مسكينه ماما جبدت ليا من شويه ديال الزبده بلديه وقالت لي دهنيها لفمك راه غترطبوا ليك. انا شديت هذيك الزبيده دهنتها لفمي، وشديت واحد شويه درتو في القاعد وديته معايا للمدرسه، قلت مره ندهنو. فعلا كنت مشيت دوست المدرسه وداك الشيء، خويا ما كان كيفيق حتى العشرة 11 12 لقاتو واقف قدام باب المدرسه ما غيطي غير عليا انا. تميت خارجه السيد شاف فمي كيبري، كان شدني من شعري وسلخني قدام الباب وقال لي وليتي تعكري، ايوا داني للدار. وبدا كيسلخ فيا، ماما كتقول له قول لي غير مالك، يقول لي هاد السيده معكره، كتقول لي يا وليدي راه دايره الزبده راه فمها مشقق ليها، كيقول لها انت اللي باغا تخرجي بناتك للزنقه، انت عاجبك الحال، انت بغيتي يصرفوا عليك، انت بغيتي تمشيو مع السواعده، انت كتقول لي يا وليدي واش دابا انا امك كتقول عليا هاد الهضره، زعما واش انا وليت خارجه للطريق، كتقول انت اش من كيتك، عاوتاني الدار بيا وياه ويجيب با ويضربوا في الاخر كيتصالحوا معاه. المهم انا الوقت اللي خديت الباك كنت البنات شنو كيقولوا، كيقولوا انا باغا ندير التوجيه، باغا نمشي. انا كنت كنقول انا ما بغيت حتى شي حاجه، انا بغيت غير نبعد من هاد المدينه، ما بغيت والو، بغيت غير نبعد عليه. فكنت اختاريت واحد لافاك في مدينه اخرى لمجرد انها بعيده وفيها الحي الجامعي، يعني ما غيلصقش فيا. مشيت تما كملت قرايتي الحمد لله، من موراها كنت خدمت، ومن بعدها كان جا واحد ولد الناس وتزوجت به، ما بقيتش نهائيا رجعت لدارنا، بديت حياتي من جديد تما، والامور الحمد لله كانت مزيانه. علاقتي مع خوتي وخواتاتي كلها مزيانه الا هذاك خويا اللي صراحه انا ما بقيتش كنحملو، يعني كنمشي كنقول له السلام السلام زعما عادي، ما ماشي غنقول لكم زعما مقاطعاه، ولكن هذاك كنقول لكم خويا وديال قلبي ما كيناش. عرفتي كنحس بداك الشيء يدوز عليا صعيب بزاف، دوز علينا الكورفي ديال بصح. مهم البنات بقينا جارين هكاك حتى النهار، لي خوتي كاملين وخواتاتي، ماشي خوتي، خويا واحد الكبير الحمد لله كان خدام، تقدت الامور ديالو، حتى هو باقي بلا زواج الى يومنا الان. مهم ولكن قدت الامور ديالو. خواتاتي البنات كنا تزوجنا حنا خمسه، وحده اللي كانت باقا بلا زواج، ولكن كاملين بينا كنا قرينا، اللي خدمات خدمات، اللي ما خدماتش راه تزوجات. المهم الامور الحمد لله كانت مزيانه. كان وسط منا هذاك الصقعت ليا اللي كان حتى لديك الساعه ما داير حتى شي حاجه، الوقت اللي حنايا كنا كاملين كبرنا وتزوجنا وداخلين سوق راسنا، حتى من اختي اللي كانت بلا بقات بلا زواج في ديك الوقيته كانت داخله سوق راسها، وكانت خدامه مزيان، كانت هي في التعليم، يعني السيده داخله سوق راسها ما كيلقى منين يشدها ودايره الفولار ديالها وحضره راسها وداك الشيء ناض، ما بقاش حنايا ولا كيدوي مع بنات الجيران، كيجي عند امي كيقول لها سيري عند حاده، قولي لها تجمع بنتها، سيري عند فلانه، سيري عند فرتلانه. جا عند اختي كانت ديك الساعه ولدات بنيه، اختي فاطمه الزهراء ولدات بنيه كانت عندها ما عرفتش 8 سنين، جا لقى البنت لابسه واحد الصايه قصيره
وواحد تريكو كانت يلا جايه من المدرسه، ايوا شدها يا البنات يلا دخلها عند امها، قال لها شوفي بنتك اش لابسه، باغا تعلميها الخروج، باغا وهي تشنق عليه اختي قالت لي خرجي عليا ما تخرجش على بناتي، قالت لي اخر مره تجي عندي لهاد الدار، حيت هو كان مره كيمشي عندها هكا كتدور معاه حيت هو ما خدام مردام، كانت شنقات عليه قالت لي اخر مره جيت تعتب عندي، هذه هي الاخره ليا معاك سي الله يعاون العاونات. وفاطمه الزهراء فاش كتبغي تمشي لدارنا كانت كتمشي غير كيدخل هو كتخرج هي، ما كانتش كتحمل فيه الشعره كانت كتكرهه لانه هو دوز عليها العذاب الاليم، داكشي دوز عليا انا والدوبل مدوبل يعني داكشي بزاف. اختي فاطمه الزهراء تبارك الله كانت كتفتن بالزين. ايوا يا البنات من مورا مده كيف ما قلت لكم حنا اللي دارت شي حاجه دارتها ولي تزوجات واحد النهار كانت صدمه ان هاد خويا مولاي السلطان مدخل لينا واحد خيتي لقلب الدار وقال لك احقا ما حقا هادي مرتي. جات امي قالت له كيفاش مرتك يا وليدي، ما جيتي عندي قلت لي نخطبوها ما حتى شي حاجه، قال لها شوفي امي غنجيك من الاخر كتب عليا المكتب والسيده حامله وتزوجت بها وانا جبتها للدار. امي شافت حتى عيات ما لقات ما تقول لي واش غتقول ليه والبنت كيقول ليها حامله. قالت لي يا وليدي دخل مرحبا بك، دخلت للدار وعيطت لينا قالت علينا كل شيء تصدم وما كذبوش عليكم. جاتنا في شكل يعني داك خويا اللي كان كيقول دائما احقا محقا يعني ولا صادق محمل وحده في الزنقه وجايبها للدار وقال لنا احقا يعني تحملها عاد زوج بها يعني جاتنا شويه ما هياش، وقلنا شكون اللي غيصرف عليه والسيد زعما مرتو راها زعما السيد ما خدامش شي خدمه غير كيبريكولي مره يفرش في السوق مره يبيع الخضره كل مره وشنو كيدير يعني ماشي شي خدمه يعني. واخا قال لها ماشي مشكل راه يعيش مع امي وبا بداك الشيء اللي قسم الله خويا نور الدين حتى هو تما، المهم راه يتعاونوا على الزمان وحنا ماشي مشكل نبداو نصيفطوا داك الشيء الدنيا هانيه. المهم دوزنا واحد المده السيده في الاول دخلت حاضره الراس واخا امي ما حملاتش فيها الشعره، واخا هكا كانت كتقول دبر راس السوق هذاك هو اللي جابها يعني كي غيجيبها. دخلت عليكم بالله هذاك راه جامع الدعاوي ديال الدنيا والدين، كيفاش زعما غادي يجيب وحده تكون مقاده وبالضروره راه اكيد غادي يجيب وحده اللي غادي تنوريه من المنقي خيارو. حنا كنا كنقولوها لان مرتو كانت شغل نقول لكم كتلبس شي لباس اللي لا علاقه من النهار الاول، كيكونوا رجالاتنا الدور قدامهم بيجاما مقزبه يعني كاع هذاك الشيء اللي حنا كندير لينا الحرب والقتال، وجاب مره حتى لقلب الدار فيها المواصفات اللي كان حنا كيعايرنا بهم حنا اللي كنا بنات الاصل بنات القاع والباع. وهذيك المرأة ما كناش كنعرفوا لا تواصلها لا خوتها لا خواتاتها، كانت هي كتهز التليفون وكتبدا تدوي مع واش امها فعلا ولا شي وحده كتقولها الو ماما كي دايره لاباس عليك، لا لا الحمد لله، وكتقول لها مي كتقول لها نمشيو نشوفوا داركم، كتقول لها حقا هما راه بعاد وهما هذه ديما كدير الماما الاعذار. المهم هي هذيك ماما في الاول كانت صراحه كتحس ان السيده ما هياش وكان قلبها مزاير عليها، ولكن مع داز الوقت ماما بدات كت ميك بدات كتقول لها راه حق السيده يمكن ظريفه. في الوقت اللي ماما بدات كتقول هذا الشيء الله يعلم واش ديال الله ولا السيده دارت ليها شي حاجه، بدينا كنكتشفوا البلاوات في هذيك السيده. بلينا اول حاجه اكتشفناها ان السيده كانت واحد بنت الحرام، واحد بنت الحرام مقطره، تخيلوا كانت كتخلوط ما بيناتنا حنا الخوت، كانت مثلا كندوي معاها كنقدر نقول لها انا مثلا شوفي اختي مثلا كنقول لها وفلانه جات وبقات جالسه عيانه مثلا عيانه بقات غير جالسه، كتمشي عندها كتقول ليها انا قلت لها مثلا عيانه بقات غير جالسه، كتقول ليها وقالت ليك جيتي وما شقيتيش، ولا كتقول ليها فلانه قالت لك معفونه. المهم بدات كتنوض الفتنه ولا الخصام ما بين الخوت، انا خواتاتي اللي ما عمرني ما تضاربت معاهم ولا شي مضارب مع شي، والفتنه والصداع في هذيك الدار تخيلوا راه ما بقيناش كاع كنتجمعوا، الا جات فلانه فلانه ما كتجيش ولا جا فلان يعني ديما حنايا ولينا مشتين في هذيك الدار. مهم البنات بقينا هكاك جارين حتى النهار اللي السيده ولدات، نهار اللي ولدات نقز واحد راجل اختي كان خدام في السبيطار، السبيطار نيت اللي كان خدام فيه هو اللي مشات ولدات فيه السيده. الوقت اللي جاو عند خويا قالوا ليه ارى لينا الوراق باش نقادوا الوريقات وداك الشيء، خويا بدا كيتهرب. من بعد كنكتشفوا ان السيد وما مطيحش على السيده العقد يعني ما مزوجش بها ما والو. المهم مي مشات عنده دوات معاه قال لها انا مزوج بها، قالت لي وجبت لي العقد نشوفه، قال لها ما سوق
دوكش وبدا كيغوت ناض هز مرتو خرجوا من الدار. خرجوا من الدار مشاو كراو في واحد البيت غير حدانا ما بعيدش بزاف. دوزوا تما واحد شهرين قال لك لا ما لا مخاسمين معانا. ناضت السيده حاشاكم صاحبه مع العيالات ديال الدرب كاملين، ولا تدخل عند هادي تدخل عند هادي تدخل عند هادي، من موراها غادي ترجع عند امي حين تصالحات معاها وحين خويا ما عندوش الفلوس. المهم مي ديك الساعه كانت عرفاتو انه الولد ما بغيدوش في الحاله المدنيه. دوت معاه وقالت لي يا وليدي قيد الدري الا ما كنتش مزوج بها يلاه نزوجوكم. بدا كيقول لها لا حنا مزوجين لا حنا هادي. المهم مي ما خدات منه لا حق لا باطل. وهذاك خويا اللي كان كيف السبع غير الغوات وهذا، ولا داير كيف الكلب قدام مرتو. مرتو تخرج بلا فولار، ولا كدير هذاك الفولار ديال النص ديال الشعر باين والنص مغطي، والمسكه في الفم وهذاك العكر حمر وجلابه النمر مزيره عليها، وتمشي للسويقه وتبدا تعوش تما قدام الخضاره وقدام صحابو اللي سوا واللي ما يسواش. المهم السيد هذاك الشيء كامل اللي كان داير فينا واللي كان كيقول علينا بحال صدق ليه في مرتو. ما علينا ما نقدرش نقول لكم انا ما تشفيتش فيه، وما عرفتي واخا انا يا زعما ما كنبغيش، ولكن شي حاجه لداخل فيا فاش كنشوف هذاك المنظر كنقول سبحان الله. داكشي اللي كان كيتهمنا فيه ها هو ربي بلاه به، يعني هو كان كيتهمنا وداكشي كيف ما كنقولوا لي تعجبي التبلة داكشي اللي وقع ليه. ما علينا السيد بقى جار هكاك. داس واحد المده اللي ماشي بزاف، من مورا ما جاو عندنا للدار حتى واحد جارت ماما قالت لك احقه محقه شي فلوس مشاو ليها من الدار. المهم قالتها الماما ما فهمات والو. جات قالت لينا راه فلانه راه مشات ليها قده وقده ما غيدوش بزاف حتى مرت خويا غادي تخرج تشري الموتور. المهم هي فاش شرات الموتور قلنا لها من عيالك هذا، حنا كنعرفو خويا غير بوفري ماشي شي واحد اللي عنده ولا شي حاجه. قلت لها منين جاوك الفلوس؟ قالت لك حقا راه خوتي باعوا واحد طريف في الارض من داكشي اللي خلى با وراه صيفطوا لي حقي. هاد خوتها ما عمرنا شفناهم ما عمرنا سمعناهم. هي كانت هاد التليفون الله اعلم واش كتهضر مع خوتها فعلا ولا كتهضر مع الصاحب ولا الله اعلم. البنات قالت خوتي صيفطوا لي الفلوس ما صيفطوا لي الفلوس، حنا ما دويناش. قلنا اللهم يسر شغلها هذاك، ولا تا لالا تهز لك الموطور وتضيع تخلي هذاك الولد لامي تخليه ليها حتى امي تولفو وتجي عاوتاني تضرب معها وتحيدو ليها وتبدا امي تبكي. كنقول امي كوكتيها هاكره وتي بقيتي تبلطي في الدراري حتى مشات لك حق الشهر. امي راه بقات كتولد ورحنا تبارك الله 8، وهذوك اللي ماتوا ليها راه ترينكا راه يمكن واش ماتوا ليها شي 8 اخرين ولا اللي خسروا ليها. امي ما كانش كدير الفانيت كتعطيها غير الاولاد، ما كاين ما يدار ولاد 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 ولاد. كنقول لها امي واش شي هاكره واش شي ما بقى عندك ما يدار؟ اختي بغيتي الاولاد نجيبوا لك طعشمه، حنا تبارك الله البنات كاملين راه والدين. كنقول لها نجيبوا لك الاولاد، كتقول لك لا وانا انا يا ربيت عليه الكبده وانا وانا. امي مسكينه حنينه ايوا غادي حيانا الوقت حتى ولات امي تصبل للسيده كيروطاتها وتجمع ليها فراشها وتنقي ليها ركنتها وتطيب ليها ماكلاتها كدير ليها كل شيء. انا فاش كنمشي ونشوف داك المنظر ما كيعجبنيش الحال. ما تقولوش ليا سوسه لوسا وداك العجب ديال لا انت يا بنت الحرام. لا البنات لا السيده انا مأكده ان كاينه شي حاجه انورمال، لان امي كانت ولات كتهز يعني حنا فاش كنصيفطوا لها الفلوس كنقول لها امي هاكي شري جلابه هاكي ديري، كتهز دوك الفلوس وكتعطيهم ليها في يديها، ولا السيده هي اللي كتحكم هي الاميره الناهيه هي اللي كدير كل شيء. ما علينا دوزنا هذا الشيء بجغيمات الماء. السيده حملات المره الثانيه داز واحد المده حتى النهار اللي واحد اختي كانت عندنا في الدار جايبه معاها 24000 ريال كانت معوله تاخذ العجانه. المهم جات جابك الفلوس حطاهم في ساكه. حنا دارنا راه من النهار اللي عقلنا معمر البيوت ما كانوا كيتسدوا، معمر البلاكارات ما كانوا كيتسدوا، ما عندناش هادشي في القاموس. المهم جلست عند ماما ما عرفت نهار واش باتت ولا ما باتتش. الوقت اللي مشات للسوق كتحل البسطامه كتلقى يديها والبرد، ها ها البنات سنتيم ما لقاتوش في البسطام. مشات تحماق فينا هما فلوسي فينا هما فلوسي فينا هما فلوسي. رجعت للدار كتباكا نقزت الخانزه قالت لها احقا محقا لربما يكونوا شفروك في السوق. قالت لهم دابا دخلت، قالت لها دابا دخلت عليك غير بالله انا غيكونوا شفروني في السوق، حلوا لي الساك وجبدوا البسطام وهزوا منه الفلوس وردوا البسطام. علاش زعما؟ قالت لها الا كون كانوا فعلا شفروني غيديو لي البسطام كامل، هادشي الا ما داونيش انا والبسطان. قالت لها زعما ما يمكنش يهزوا البسطان فيه الفلوس واش يمكن؟ البنات دخلت عليكم غير بالله. وفي الدار هذيك النهار كانت هي وكانت ماما وكانت واحد بنت خالتي الله يسمح لينا منها. هاد النهار هي اللي كنا شكينا فيها حيت هاد خيتي كنا مازال ما عرفناش انها شفاره. المهم دوزنا هادي بجغيمات الماء دازت من موراها هي البنات ما كامله السيمانه. امي خرجت تقدا جبدات 4000 ريال حطاتها فوق من واحد الرخامه كانت قدام الباب
رجعت لقات يديها والبرد، قالت ليها فينا هي ما فينا هي، قالت لها لحق الباب محلول ربما شي واحد من الجيران جا وهز الفلوس. قالت ليها امي انا بابي ما عمره ما تسد وما عمر شي واحد دخل، وحنا في الحي كيعرفوا دار الحاج فلان ودار الحاجه فلان، انا امي شي لا خرجت غير بالطاوه ديال الخبز باش ديها الفران ما كتوصلهاش، غير كدوز جوج خطوات كيولوا الدرب ولا الدرب كاملين يجيو يهزوا لها الوصله، تمشي للسوق باش تقدى، غير كتوصل السوق تقدى كيولوا الميكات كيسبقوها للدار، شي مثلا كتاخذ مطيشه كدوز شي ولد الدرب ولا بنت الدرب تهز داك الميكات مطيشه وتديها للدار، وامي ديما كتمشي للسوق بقضيه السوق كامل كتجي خاويه، كتوصل كتلقى دوك الميكات كاملين. عرفتي واحد القاعده حنا عندنا في داك الدرب راه سبيسيال، يعني راه ما نقدرش نوصف لكم حنا كيفاش عايشين. شي واحد المحنه ولا الدرب كيحترموا العيالات كبار، وانا امي راه مرا كبيره انا في الثمانينات، راه فاش كنقول لكم كتشقى راه ما خصهاش تشقى، امي فيها القلب عندها الكوليسترول عندها السكر، واش تشقى على وحده باقا صغيره راه ما جابتهاش الدار. المهم السيده دوزت داك الشيء حملات الحمالات الثانيه، امي مسكينه اللي نفساتها ملي وحماتها السيده ولدات البنات في 3 شهور هكاك، كانوا داخلين عند واحد الجاره قال لك باغيين يعزيوها ما يعزيوها. المهم سال العزاء تفرتك المجمع، التليفون ديال ولد هذيك الجاره طار، تليفون ريدمي عنده واحد النمره، اتي ريدمي البنات ديال ريدمي راه غيعرفوني علاش كيهضروا، فاش كتصوري بهذاك الريدمي تحت من التصويره كيكتب الريدمي والرقم ديال الريدمي. المهم التليفون ديال ديك السيده الغابير الطاهر ديال ولدها الغابير الطاهر، نادت السيده ديهاتها في الدرب قالت لهم ما عرفش ديك النهار شكون اللي هز ليا التليفون، نادوا الدرب كيقولوا هذا الشيء راه بزاف لان وحده اخرى كانوا تهزوا ليها الفلوس، هذه ما هذه لا شي واحد معنا شفار لا شكون اللي داخل لا شكون اللي هذه. المهم هذيك السيده بدات كدور وهما كانوا شاكين في مرت خويا، كانوا عارفين هي اللي هزات لان الهضره كدور والله اعلم واش هزات شي حاجه وحنا ما سايقينش الخبار وهي كانت كدور عند الجيران. المهم جاو عند امي وقالوا ليها واش ما شفتيش واحد تليفون ريدمي في الكحل، نادت امي قالت لهم انا شمن شفت، قالت لهم واش منيتكم كدويو، قالوا ليها لا حنا ماشي زعما شكينا فيك، حنا قلنا لك الحاجه غير لربما يكون تليفون ديال مثلا شي واحد هزو بالغلط وصافي، كتوقع يعني كتبغي تهزي شي تليفون ديالك كتهزي التليفون ديال شي واحد يعني هادشي كيطرا. قالت لهم مي بلاتي نسول لكم فلانه، طلعت عندها ايوا السيده غير سولاتها وهي تنوض معاها كطريان، قالت لها واش انا يا شفاره واش انا يا هادي واش انا، وهي تنزل سمعات لهذيك الجاره المنقي خيارو، قالت لها شكونتي وعلاش دقي علينا واش حنا شفاره، حتى ولات السيده مسكينه كتبرد معاها السوق وكتقول ليها لا ماشي هكاك انا ماشي قلت لك انت شفاره انا غير كنسول. المهم السيده مشات سدات الباب، المشاكل وسطا حنا فين ما كنا كنمشيو كنلقاو الصداع المشاكل، خويا دير كي الكلب عرفتي كتقول له الشرره داكشي اللي كتقول ليه كيديروا بالحرف البنات. امي ما نقدرش نوصف لكم ولات دايره عندها كيف الكلبه، كتجبد ليها الفطور تصبر ليها حوايج طرابي، الوليه ديالي هزاه ليها الاخرى كتخرج دي، المهم دايره داكشي اللي بغات. ما علينا دوزنا تقريبا واحد 4 ايام هكاك، عاد السيده قالت لك شريت تليفون ما غتشري هذاك الريدمي، هذاك الريدمي وداكشي وخويا تابعها في الهبال واش عارفها كتشفر ولا مصافق معاها ولا دير عليه هبل تربح. المهم خويا قال لها منين جبتي الفلوس، قالت لي احقا محقا صيفطوا لي خوتي، احقا راه اختي في كندا راه صيفطات لي ما صيفطات لي، الكذوب 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 ما علينا. المهم دابا هي حنا ما عارفينش اختها فين كاينه، حتى واحد النهار كتقول انا عندي اختي في كندا، انا مثلا جبت عبايه عندي اختي في السعوديه، انا ما عرفتش شحال عندها ديال امها يمكن كانت اخطبوط، انا امي ما عرفتش شنو كانت، ما علينا. المهم السيده الكذوب ناضت، انا ماما ما كتفهمش في هادشي ديال التليفونات. صافي دوزنا تقريبا واحد سيمانه هكاك، حتى النهار اللي غيزغبها الشيطان وغتصور ولدها بهذاك التليفون وغتحطو عندها في ستوري، ما غتشوف ستوري غير مات هذاك الدري، وهذاك الدري هذاك الدري غيشوف ستوري غيبان ليه في التصويره ديال ولدها تحت منو الريدمي النمره، شافو قال ليها امي وقسما بالله لا تليفوني، والتليفون ديالو كان مضروب من واحد البليصه، قال ليها تليفوني هذا، قال ليها قسما بالله ما يمكن زعما اشهد الصدفه كامله. ناضو جاو عندنا حيحوا علينا كيقولوا قالوا ليها هي ياك تليفونك وشريتي، قالت لي اه تليفوني وشريته، قال لها واعطيه لينا نديو عند مول التليفونات يرد لينا التصاور القدام اللي فيه. ناضت السيده بكل قواها العقليه عطاتو لي خويا
تخلع ما عرفتش واش قال غادي يحصلوهم ولا يشوه داكشي. هز التليفون من عند الدري حيت مرتو عطاتو ليه لان كان صداع والحيحه وداكشي، هزو وبدا كيربرب عليهم في الزنقه ويغوت وكيقول لهم حيدوا عليا من هنايا، مهم شوها وكل شي دا اخبارنا. المهم حنا سقت لهذا الشيء الخبار اش غنقول لكم، مت في بلاصي با مسكين حالته حاله. قال لك انا اللي ما عمر شي واحد كان كيقول عليا نص كلمه ولات كتسمى مرت ولدي خارجه للزنقه، بنادم كامل كيدوي فيها وفوق من هاد الشي شفاره. ولا بنادم يجي عندي يصل الدار ويقول لي احقا فلانه دات لنا الفلوس، قال لك زعما واش انا يدير هاد الشي؟ وهاد الهضره كامله والسيد با جاي دخل تقضيه مخرج تقضيه شي نهار وما طال هو يتقضى، نهار وما طاب هو يجيب السقاطه، كيجيب السقاطه زعما الدراري وكتاكلهم غير هي. امي مسكينه تشقى ضربتها مارة. حنا بعد مرات كنقولوا اش هاد الحصله اللي حصلنا فيها اللي غادي تقول لي زعما لا شوفوا هذاك الشيء بيزار داك الشيء في الشكل. انا مي حنا كنا عند البنات كنا حنا اللي كنشقاو، مي كنشقاها زعما فهمتي شي حوايج ما كديرهمش حنا البنات، ما عمرها ما صبرات لينا كيلوطاتنا بناتها كانت معلمانه من الصغر نصبروا حويجاتنا الداخليين وكل شيء. تخيلوا انا كنطلع دابا للسطح فاش كنكون عند مي كنلقى السربيز ديال حوايجها هي وداك الشيء كل شيء مي اللي مصبناه، كدوز كل شيء في الماكينه وانا مي كنعرفها ماشي معفونه ما فيهاش تصرفات. كنشوف شي حوايج كنقول هادشي بزاف، امي كيفاش كتعامل معاها وكيفاش كتصيقها. كنقول ليها امي راه هادشي راه مايمكنش، كتقول لك لا. دابا خويا راه ساكن معاها في الدار بلا زواج، والد معاها جوج ديال الوليدات. اخر مره دوزت معاها واحد اختي قالت لي واش انت هاد الدراري ما غتقيدهمش في الحاله المدنيه؟ قال لها ما سوقكش نقيدهم راه ما نقيدهمش. كنشوف امي كيفاش عايشه، حنا تلفنا ما تليناش عارفين كيفاش نديرو كيفاش نتصرفوا، لان الوالدين كيبانوا لنا كبروا بغيناهم يرتاحوا ما بغيناش لهم هاد الصداع والمشاكل اللي ولا عندنا في الدار كل شويه صداع. وهذيك خيتي دابا راه ضربت مع الجيران كاملين هي وخويا. نيضه واحد الروينه عندنا في الدار، امي مرا كبيره با راجل كبير، حنا بغيناهم غير يرتاحوا ما عرفناش كيفاش نتصرفوا مع هاد خويا وما عرفناش كيفاش نتصرفوا حتى مع مرتو. حتى من خويا نور الدين كان ضارب مع خويا قال له احقا محقا، قال لي ما عرفتش كيفاش قال لي واش دخلتي عليها للدوش ولا قال لي السيده دخلت للحمام وما سداش الباب. قال لي انا واش كنضرب الكارطه باش نعرفها كاينه وبسبب داك الشيء. قال امي انا لو بقيت هنا شنهرت لصق فيا شي كرش ولا شي مصيبه كحله، وكنخرج مسكين من الدار وكرب بوحديته غير على ودها. يعني شتك لينا العش حنايا البنات، راه دابا حنا عقنا بها، اما في الاول راه كانت خاصماتنا. شي ما بقاش كيهضر مع شي وشي وصلت له الهضره على شي، وباقي لحد الساعه راه كتعيط ليا توصل لي الهضره كنقول لها واخا 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 وكندير ليها خاطرها وكنقطع معها وكنعيط لختي وكنقول لها شوفي راه عيطت ليا وقالت لي وكتقول لي قسما بالله ما قالت الهضره. كنقول انا عارفه وحنا عرفناها، دابا حنا عارفين حنا بغينا نتعاملوا بغينا شي طريقه اللي نفكوا جرت شوكتنا منها بلا دم. حنا ما بغيناش زعما نفارقوها مع خويا، انا خويا يستاهلها حيت هي اللي عاودت لي التربيه. عرفتي خويا ولا كي الكلب ما بقاش كيقدر يهضر، على هو يقدر يقول لها ما حيدي العكر والله يا امو تتشف عليه، وغزات فيه الصراحه. ولكن حنا مهم عندنا هو با ومي حنا ما بغيناش لهم هاد العيشه، بغيناهم يرتاحوا في اخر ايامهم، ما بغيناهمش يتكرفسوا، بغيت شي طريقه شي حيله اللي نقدروا نجروا شوكتنا بلا دم من هاد خويا ومرتو. ما عرفناش كيفاش نديروا حتى نطجوهم من الدار. خويا ما باغيش نهائيا يهز الراس كيف كان، ما عنديش كيفاش ندير، ما عرفناش البنات تلفنا. اللي غتقول لي السيده حنا السيده لحد الساعه ما عارفينش حتى سميتها الحقيقيه، واش سميه عطاتنا هي سميتها الحقيقيه ولا لا، ما عندنا لا كارت ناسيونال ديالها، ما عارفين تحصيلتها، ما عمر شي واحد سول فيها، ما عمر شي واحد سقسى فيها من غير داك التليفون اللي كتهزو وتبدا تهضر فيه. كتقول انا حقا كنهضر مع امي، واش امك دابا راه جايين حنايا لثلاث سنين والزياده، قولي طالعين في ربع سنين، امك عمرها عيطات؟ عمرها سولات؟ عمرها جات؟ هي ما عمرها مشات؟ ما يمكنش مستحيل. وكل كتدخل تخرج في الهضره، احق انا عندي خويا هنا، احق انا عندي اختي هنا، احق. وبعد المرات كتقلب داكشي، يعني سيده في حاله ما متبتاش. ما عرفتش البنات كيفاش غادي نوصف لكم، ولكن داكشي عندنا محار حرف العائله. المهم هذه هي قصتنا اليوم، جيت نعاودها لكم، بغيت غير النصيحه، ما عرفناش كيفاش نتصرفوا. كنتمنى انكم تنصحوني وتقولوا لي شنو ندير. الغزاله ديالي هنا سالت القصه ديالنا، ما تنساوش طبعا تخليو الاراء والتعاليق ديالكم لصاحبه القصه، وما تنساونيش من التعاليق الزوينه ديالكم. هنا ما بقى ليا الا نقول لكم حبيباتي ما تخيتش بكم، كانت معكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.